هل صحيح أن من مات ولم يبلغ الحلم يكون في كفالة إبراهيم عليه السلام؟ وما نصيحتكم لمن فقد ابنه فقدا مفاجئا؟ من مات ولم يبلغ الحلم لأبوين مسلمين فهو في الجنة. فإذا كان الطفل لأبوين مسلمين أو كان أحد أبويه مسلما لأنه في الدين يتبع المسلم فمات قبل أن يبلغ الحلم فإنه مات على الإسلام ولم يحمل ذنبا، لأن الصبي يكتب له ولا يكتب عليه، يكتب له ما يفعل من خير ولا تكتب عليه سيئات. فأولاد المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ في الجنة. وهذا مما يسلي المؤمن إذا فقد ولده. الأمر الثاني أن المسلم إذا قبض ولده فصبر واحتسب وحمد الله عز وجل بني له بيت في الجنة، يقال له بيت الحمد، فالولد في الجنة. وصبر أبيه على موته سبب لدخوله الجنة، فموت الولد من أسباب دخول الجنة لمن صبر واحتسب. ولذلك أنا أقول إن موت الولد خير لا يطلب، هو في مآله خير، لأنه يموت ليكون من أهل الجنة ويكون سبباً في دخول والديه الجنة. لكن هذا الخير لا يطلب، ما يأتي واحد يسمع هذا فيقول يا رب يموت أولادي، هذا الخير لا يطلب. لكن إذا وقع صبر الإنسان واحتسب واستبشر خيراً، وكانت هذه المصيبة مفتاح خير عظيم له. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولده إبراهيم وهو صغير وصبر واحتسب صلى الله عليه وسلم وجرى دمعه للرحمة التي في قلبه، ولم يقل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن لم يثبت أن الصغير يكون في كفالة إبراهيم عليه إبراهيم، سواء أرادوا كما يذهب إليه أكثرهم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أو أرادوا إبراهيم عليه السلام.